الناس مش واخده بالها منها. الناس ما خدتش بالها ان ناصر ماهر لما تالق في سموحه مع احمد سامي كان بيلعب 8، ما كانش صانع لعب. الناس دلوقتي مش واخده بالها ان مصطفى فتحي ما بيلعبش وينج يمين، بيلعب 9.5 أو 10 او مهاجم. نفس الفكره بتاعه الكابتن ايهاب جلال بيعملها الكابتن احمد سامي. خلي بقى عز يشرحها لك، انا بحب اسمعها جدا من عز بصراحه. اه والله مقنعه جدا، كل ما اسمعها اقتنع جدا بالموضوع. انت بتشتري اللعيب اللي انت شايفه منور، بس انت ما تعرفش هو ازاي نورهولك. ايوه يعني انت بتشتري من كان وقت مصر المقاصه، بتشتري اللعيبه بتاعت الكابتن ايهاب جلال، هشام محمد ده بلاي ميكر راح ارتكاز، انت اشتريته كارتكاز، بس انت ما تعرفش هو كورتهم ازاي، هو بيطلب منهم انهم يهدوا على الكوره، يموتوا الريتم، حاجات مش في الانديه التانيه. نفس القصه داوده، ايوه اشتريته. بص اسمع، ده موضوع فعلا تحليل، اعظم تحليل سمعته للعيبه اللي بتخرج من الكاب مع كابتن ايهاب جلال ما بتاديش بنفس الشكل كامل والنبي. لان هو في النهايه انت بتشتري لعيب انت شايفه منور، بس انت لازم تسال نفسك هو منوره ازاي. فيخرج احمد الشيخ تشوفه مكسر الدنيا، طلع نار من بقه، بيجيب اجوان من كل حته ويكسر لجوه وبيعمل بص عفريت، يجي الاهلي خس النص. لانه بيلعب هناك 4-3، نفس لعبه مصطفى فتحي اللي بيلعبها احمد سامي دلوقتي. بص على ميدو جابر مثلا، نفس القصه. مصر مقص حاجه تانية، عمرو بركات حاجه ثالثه، يروح النادي الاهلي يخس النص. ميدو جابر نفس الفكره. في حاجه غريبه كابتن ايهاب جلال بيخلي الناس تشتري اللعيبه بطريقه وبعدين تروح له. انت بتشتري ترس في مكنه وتركبه في مكنه تانية. برافو عليك. ما بيمشيش، هو ماشي في ترس. هو ترس في مكنه متكامله، بتاخده تحطه في مكنه تانية فبتقفش، بيوقف ما بيعرفش يؤدي نفس الدور. صحيح. قبل